تعالوا نشوف روي فيتوريا قال ايه في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراه ونرجع نكمل كلامنا. Porque de facto nós temos ao longo destes jogos e deste ano de trabalho tendo vindo a conquistar mais jogadores que de facto dão essa resposta de termos mais gente para cada posição. لأن احنا أكيد العمل يعني كان مدار السنة كلها إن احنا كنا بنحاول إن احنا نجيب لاعبين ونشوف لاعبين إن يكون اللي هم على مستوى جيد ويدي إجابة طيبة جدا سواء في أي مركز احنا بنبحث عنه. Nossa seleção tem algo que é curioso e muito importante que é jogadores que jogam mais do que uma posição. ومنتخب مصر يمكن في حاجة برضو مميزة إن في عندنا لاعبين بتلعب في أكتر من مركز. Como todos sabem, no CAN, no AFCON, existe. Os jogos são 3 em 3 dias, há um espaço diferente. وزي ما انت عارف طبعا اكيد في امم افريقيا هتبقى المباريات كل 3 ايام وهيكون في ضغط قوي من المباريات. Normalmente as equipas têm sempre, não diria muitas, mas têm várias lesões ao longo da competição. وطبيعي ان اثناء المنافسه بيحصل طبعا اصابات وبيحصل حاجات انت مش متوقعها. E uma equipa que só tenha 11, 12 jogadores em quem possa de facto confiar não tem muito futuro. فأكيد الفريق اللي بيعتمد بس على 11 عنصر هم الحاضرين والباقي مش بنفس الأداء ده بيبقى مش فريق للمستقبل. Vamos escolher os jogadores que têm níveis de qualidade muito idênticos. É a minha previsão. وكمان يعني رؤيتي ان انا بختار اللاعبين اللي هي يكون كلها على مستوى متقارب يعني يكون الاختلاف على المستوى مش كبير. Para mim não é problema nenhum. Fico muito feliz por ter mais do que uma opção. E é uma vantagem muito grande. Não tenho qualquer problema, é preferível assim. ودي تعتبر ميزه بالنسبه لي وليس اي اسلوب من الضغط ان يكون ان يبقى متوفر قدامي عناصر كويسه وعناصر جاهزه وفي اكثر من مركز او في نفس المركز كمان. E uma coisa só para acrescentar, uma coisa que tem sido muito importante é os jogadores que entram com um espírito muito positivo, acrescentam no jogo, a qualidade mantém-se ou aumenta. يسبو ترينادور يبقى مسلسان فيراز امبورتانت. يعني من اكثر الحاجات المهمه جدا واللي بتسعد المدرب ان وقت ما يعمل تغيير واللاعب اللي يخش من على الدكه يكون بنفس المستوى او بشكل برضه مختلف، ساعات يكون داخل على رتم مرتفع وبيرفع الرتم زياده او بيزود حاجه في المباراه، فدي بالنسبه لي بتبقى حاجه رائعه، حاجه يعني تعتبر من المزايا اللي بيقابلها اي مدرب. العقليه طبعا احسن حاجه ان الواحد على طول يفضل يتعلم وما يبطلش يتعلم حتى لو وصل لأبعد مرحلة، عشان هي دي سنة الحياة إن الواحد على طول كل ما هو عايز يوصل لأبعد حتة لازم على طول يتعلم، حتى ما فيش حد مش محتاج يتعلم. طبعا مع منتخب مصر أنا نفسي أعمل أحسن حاجة مع منتخب مصر. أنا بلبس تيشيرت منتخب مصر، بحارب 300% اللي احنا أعمل حاجة لبلدي واعمل حاجه مع المنتخب وحاجه في الكارير بتاعي، وان شاء الله نحاول نبسط المصريين ونفرحهم ونحاول نوصل لابعد نقطه مع المنتخب في تصفيات كاس، نوصل كاس عالم وبطوله افريقيا ان شاء الله نحارب عليها وناخدها بس. فان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في اللي جاي، ومحتاجين كل المصريين ورانا وكل الدعم منهم وعلى طول عايزينهم في ظهرنا، عشان احنا كلنا كمصريين ولاعيبه ومنتخب وجماهير كلنا نبقى واحد، محتاجين لعيبه محتاجه الدعم الجماهيري، داخلين في مرحله محتاجينهم، واحنا ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونحاول نبسطهم وهنعمل احسن حاجه عندنا عشان نجيب حاجه حلوه لبلدنا وحاجه كويسه لبلدنا ونفرح الشعب. بص انا كل تركيزي دلوقتي، مثلا انا بحب افصل، بكون مع النادي حاجه ومع المنتخب طبعا حاجه، الواحد هنا مع منتخب مصر، ف واحد بيفكر ان هو يوصل في اعلى نقطه مع المنتخب. الكارير اللي هو الشخصي بالنسبه لي مع النادي وكده، طبعا الواحد نفسه يوصل في اعلى خطوه، بس الواحد دلوقتي احنا في معسكر في منتخب مصر، عندنا ماتش مهم جدا بكره، بنركز جدا ان احنا نوصل لاعلى نقطه، فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا على المنتخب ونوصل في اعلى نقطه في كل حاجه. طبعا
فريق الجزائر فرقة كبيرة وفرقة محترمة وعندها عناصر طبعا كلها بتلعب في أوروبا، وعناصر لعيبة من أحسن أو من أحسن عناصر في العالم. فريق كبير بنحترمه جدا. طبعا الذكريات آخر ماتش طبعا على طول بنكسبكم الحمد لله. إن شاء الله نعمل مباراة جيدة بكرة، وأهم حاجة نطلع بماتش كويس، وطبعا زي ما انت قلت كلاسيكو العرب، ف حاجة كويسة إن احنا نلعب ضد الجزائر فرقة كبيرة، تجربة احتكاك قوي قبل التصفيات.